من قبل أيام قليلة فاجأ الثنائي قمر الطائي وحسام السلاوي الجميع ببث مباشر جمعهم ببعض على منصة التيك توك، معلنين من خلاله عن نهاية الخلاف اللي بينهم وصلحهم بشكل رسمي من بعد خلافهم لعدة أيام. وتابعوا هذا الإعلان بإرجاع الفولو لبعض على إنستغرام من بعد ما ألغوا متابعة بعض قبل فترة بسبب هذا الخلاف. فبعد هذا الصلح رجع بعض من المتابعين ومحبينهم مع بعض لنشر تصاميم وإشاعات حبهم لبعض، هذا اللي أزعج حسام وقمر وخلى السلاوي يصعد من خلال بث مباشر على إنستغرام نفى من خلاله كل هالإشاعات وصرح أن قمر بمثابة أخته وأن كل هالإشاعات هي اللي كانت السبب في خلافهم وزعلهم من بعض كل هالفترة. أنا والحدا هذاك إخوان إخوان والله زي أختي، يعني بالله عليكم ما ترجعون، اقسم بالله انه من هاي الشغلة اتمشكلنا انا وياها انا وقمر، يعني من الاخر ما في اشي، اصدقاء اخوان طلعنا لايف عشان نهدي النفوس بس ما في اشي حرفيا والله. وبما أن اللايف انتشر بشكل كتير كبير فركز الجمهور على كلام السلاوي وبشكل كتير كبير، فجاب حسام سيرة الزواج والخطوبة خلال هذا البث واشار الى تعليق كان العروس من تركيا وإجابة صديقه صدمت الجميع واللي كانت كشفونا، مما خلى البعض يتداول هذا المقطع وبشكل كتير كبير نظرا لكون قمر عايشة حاليا بتركيا. عشرة عجيبة من تركيا، مين هي عجيبة من تركيا؟ مين هي؟ كشفونا من تركيا. أما قمر فاختارت الرد على كل هالإشاعات بلايف تيك توك وكشفت من خلاله أن حسام السلاوي بمثابة أخوها وهو أيضا يعتبرها كذلك. أكو وايد يكتبوا لي شنو علاقتك بحسام أو شنو علاقتك بالسلاوي ومدري شنو، حابس أوضح شغلة يا جماعة، إحنا قبل وهسة، يعني قبل أول ما تعرفنا وهسة وكل أحوال إحنا أصدقاء مش الاخوان، علاقتنا يعني واضحه، اتوقع واضحه، يعني انا اكثر مره قلت لكم انه احنا اصدقاء وانا اعتبر اخويا، تمام؟ فهاي الفكره انه انتم احيانا تشوفوا يقولوا لي انه ليش ما تجاوبين على السؤال او ليش تجاهلين السؤال وما ادري شنو، لا يا جماعه انا ما متجاهله بس لان جاوبت عليه قبل، بس خاف اكو ناس ما سمعوا او اكو ناس بعدهم ما يعرفون. فأني من جهتي أني أعتبر حسام هو مثل أخويا، سلاوي هو مثل أخويا، هو أكيد نفس الشيء، فعلاقتنا أخوية وأصدقاء وبس، ماكو أي شيء ثاني، فلا حد يسأل أنه شنو علاقتكم بشنو. فشو رأيكم بكل هالإشاعات الحب اللي عم بتلاحق قمر والسلاوي واللي عم بتسبب مشاكل كتير كبيرة بينهم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.